والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى فإنه ليس مقبولا، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل لشهادة الشرع به. والثاني ما شهد الشرع بكذبه، فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه. والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا، فهذا يتوقف فيه، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. ويدل لهذا قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا حصر العلم جل وعلا في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل، لا يعلمهم إلا الله. فأي أحد يدعي شيئا فيما مضى من ما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام السابقة الثلاثة.